الخير فريال، ميرسي، يعيشك، يعطيك الصحة. إذا اليوم تحدثوا على أحد التوابل الحاضر بقوة في المائدة الجزائرية، خاصة العاصمية في المرقة البيضاء. خاطر وي العاصمة متميزة يعني بالمرقة البيضاء. بالمرقة البيضاء. وي إذا اليوم نتحدث عن فوائد القرفة. نعم، دونك اليوم جينا نهضروا على القرفة اللي يصيبوها في كاع المطبخ، يعني سورتو في العاصمة، لأن كما قلتي نصيبوها بزاف في المرقة البيضاء. اون ميم طون عندها دوتر بيان افي و دوتر زوتيليزاسيون ماشي غير في الاكل. دونك سكي فو سافوار سي كو كاين نوعين من القرفه. كاين القرفه اللي تجينا من الهند، فاحنا ما تدخلش بزاف عندنا في الجزائر باسكو الي شير، وهي اللي غاليه الثمن وفيها الفائده اكثر من اللي تدخل عندنا. اللون تاعها يكون بني فاتح، هي المصدر يعني تاعها، الشكل تاعها يختلف على الشكل تاع القرفه. سي دي باتوني، سي دي باتوني، برك لا كولور تاعها تكون بلو كلير على اللي نصيبوها هنايا في الاسواق الجزائريه. اللي نصيبوها في الاسواق الجزائريه اللون تاعها شويه غامق، وهي المصدر تاعها من الصين، الوغ كو الاولى سريلانكا والهند لي بلو شير ولي على بها ما تدخلش بزاف عندنا. نصيبوها سوا باتوني سوا هكذايا اون بودر. دونك سكي فو سافوار على القرفه انها غنيه بمضادات الاكسده، سورتو لي بوليفينول. دونك من بين الفوائد تاعها انها تنقص كما شفنا ان مضادات لي زونتي اكسيدون، فوالا، ينقصوا الالتهابات والعدوى للبكتيريا والفيروسات. دونك عندها دي بروبريتي انتي انفلاماتوار وانتي بيوتيك. دايوغ الناس اللي تعاني من الام تاع المفاصل ولا يقدروا يستعملوا زيت القرفه في التدليك، هذيك المنطقه وين تكون توجعهم ولا توجعهم في الرقبه تاعهم، ولا سورتو الناس اللي تخدم بزاف لي دونتيست ولا لي لا سيرفيكال يسوفر دو دولور سيرفيكال. دونك سكي فو سافوار اوسي سي كو القرفه تخفض من نسبة السكر في الدم، سونز علي في الإفراط، بلا ما نروحوا في الإفراط ولا الاستهلاك هذاك المفرط. خاطش ولا هي الدراسات بينت أنها تنقص من نسبة السكر في الدم، لكن عندها دي انتراكسيون مع الادويه تاع مرضى السكري. دونك الانسان اللي مريض سكري يقدر يستعمل القرفه، لكن افيك موديراسيون، ما يروحش في الافراط خاطر ولا حبطت له بزاف سكر في الحدود المعقول. في الحدود يعني المعقول. عندنا اوسي دراسات اللي بينوا انه تنقص من مستوى الكوليسترول والتريغليسيريد اللي هي الدهون الثلاثيه، وبالتالي دونك تنقص من الضغط الدموي ثاني، تنقص ايضا من الوزن الزائد. اسماء عندها دي بروبريتي فوالا في حرق الدهون. دونك نقدروا نستعملوها انفوزيون، يعني نغليو الماء نرمو عود ولا عودين تاع القرفه، نخلوها تطلق ومن بعد نشربوها اون تيزان سخونه. لكن بمعدل كم كوب يعني يوميا؟ الوغ با بلوس دو دو فير موان تاع لا تيزان تاع القرفه، خاطش يفو سافوار كو صح تنقص الدهون وتحرق سورتو الدهون تاع البطن اللي تتراكم في البطن، لكن عند المراه اللي تشربها بزاف تقدر سورتو لا كانت حامل ولا تقدر دير لها الاجهاد، لانها يعني تنشط الدوره الدمويه وتقلص دير تقلص تزيد من تقلصات الرحم. دونك صح في لا بيريود تاع العاده الشهريه ولا نقدروا نمدوها، واليوم نستعملوا ادويه ولا نقدروا نمدوها للبنات اللي صادق السوفخ من ديسمينوري من الام الدوره الشهريه كامل، تنقص من الالم وهذيك الغثيان وتقيل. ايضا اللي عندهم تاخر يعني في الدوره الشهريه يقدروا يشربوها، لكن المراه الحامل يفولا ليفيتي خاطرش خاصه ربما خلال 3 اشهر الاولى من الحمل، من يعني يكون الحمل يعني يكون غير جديد يكون ما تكونش المراه على بالها ولا. دونك يفو ليفيتي. عندها ثاني دي بروبريتي على البشره، دونك الناس اللي تسوفري من حب شباب ولا تقدر تستعملها، بصح انا جلي كونساي خاطرش من الاضرار تاعها انها دير الحساسيه، رد فعل تحسسي. دونك نقدروا نستعملوها في لي ماسك تاعنا بشويه عسل حر، تعطي نضاره للبشره تاعنا كامل، بصح دو بريفيرونس يسيو في اون بتيت بارتي قال هنايا ولا يسيو شويه هذاك لو ماسك. سي سا دون با اون رياكسيون يعني حكه واحمرار كامل، يكملوا يديروا لو ماسك
une fois, les trois semaines ou là, elle donne vraiment un effet fantastique sur la peau. احنا دائما من خلال هذه الفقره اسماء نحاولوا نسلط الضوء على الطريقه السليمه لاستعمال هذه المواد الغذائيه باش نحافظوا على كل الفوائد والقيم الغذائيه تاعهم. اذا عندما نستعملوا يعني القرفه في الطعام يعني هل تنقص القيمه الغذائيه تاعها عندما نعرضوها لحراره مرتفعه كما يعني تعودنا مع المواد الغذائيه الاخرى؟ داكور دونك صح القيمه الغذائيه تاعها تنقص شويه كي تتعرض للحراره. انا مون جو كونساي الناس انها تبل كي تكمل يعني تقدر تبل فوق الاطعمه تاعها بالقرفه اون فوا كي تطفي كاريمون النار من الفوق. وكاين في دي بلا وين لازم يزيدوها رشته مثلا رشته ولا ولا بور سارتان مارينات كاين اللي يزيدوا القرفه pour certains grillades ou camel ils aident au corfa hadik la galb c'est une marinade mais sinon de préférence حتى نطفيو باش نزيدوها خاطر كي تتعرض للحراره صح تنقص. و لا ديفيرونس بين لو باتوني و لا بودر ديجا كو دو بريفيرونس يشرو لي مامون يشرو لي باتوني وحدهم ويرحوها في الدار ومو على بالها واش عن واش رحات وتشوفوا شرحات ما يكونوش هناك اضافات ربما يعطيك الصحه باسكو هذيك القرفه هذيك اللي نشروها فيها مواد حافظه باش ال بو ريزيستي وكامل. جو لي كونساي اوسي ننصحهم يشرو دي بوتيت كونتيتي تاع القرفه ما يشروش بزاف خاطر المحافظه عليها كي نشري كميه كبيره ولا تعرضت للحراره ولا تعرضت للحراره تاع الرطوبه ايضا ولا الرطوبه راهي تولي شغل كتله تولي يابسه اكسيتيرا تتصوف كيما نقولوا يعطيك الصحه و ال بير لا كولور تاعها و ال بير لي زونتي اوكسيدون اللي فيها اللي هما قلنا بنسبه عاليه. دونك دو بريفيرونس نشرو دي بوتيت كونتيتي ولا نشرو دي باتوني ونرحيوهم في الحيوه هذيك تاع القهوه ولا. اذا تحدثت على طرق الحفظ ايضا عندما نروحوا عند العشاب باش نشروها هل يعني من المستحسن انه يعني نشروها معلبه ولا نشروها هكذا كما قلتي؟ الوغ دو بريفيرونس نشروها كيما نصيبو ياك عنده دي باتوني ديراكتومون يوزن لك وتشريها اللي يقدر يرحيها في الدار يرحيها. كاين اللي تقول لك انا ما عنديش الوقت ولا ما عنديش رحيوه ولا دونك اللي اوبليجي تشريها اون بودغ مي دو بريفيرونس اشتي لو باتوني هكذاك تاع لا كانيل كاريمون وواحد يرحيه يشوف واش والقرفه اسماء فقط نعرضوها للتهويه ولا نحطوها في علبه مغلوقه زجاجيه ما تكونش من بلاستيك؟ داكور دونك دو بريفيرونس بور لا كونسيرفاسيون تكون في دي بواط تاع زجاج و هرميتيكمون فيرمي دونك محكمه في الغلق تاعها باش ما يدخلها ني حراره ني لوميديتي. و دو بريفيرونس نخبيوها دون ان ليو سيك في لا كويزين سوا سادير سوا في لو بلاكار سوا في لي ايتاجير تاع لا كويزين وين ما تتعرضش للحراره ولا وين ما تدخلهاش الرطوبه. نواصلوا دائما مع فوائد القرفه. نشوفوا ان القرفه تجي في الطمينه كي تكون المراه نفسها يعني بعد الولاده مباشره يعطوا لها يعني الطمينه ويجي فيها هذيك القرفه. هل هذا يعني عنده يعني فائده؟ الوغ سي فري المراه كي تكون حامل نقولوا لها طمينه غير صحيه بصح معليش نهضروا عليها نفتحوا القوس اليوم. المراه كي تكون حامل نقولوا لها ايفيتي القرفه مي فوا كو خلاص تولد يديروا عليها في لانها غنيه بالحديد على ما اظن غنيه بالحديد غنيه بالكالسيوم المغنيسيوم الفوسفور المنغنيز هادو كاع راهم بنسبه عاليه ومضادات الاكسده. دونك يمدوها للمراه في الطمينه خاطرش القرفه تحفز على تركيب الحليب اللي عند المراه دونك بور اون برودكسيون بور اون لاكتاسيون اون ميور لاكتاسيون. دونك نمدوها للمراه سي فري افيك دي بوتيت كونتيتي با بلوس دو مغرف صغيره هذيك المغرف تاعنا تاع ديسير نص تاعها تاع قرفه دونك بها يزينوا لها الطمينه بها. وهنا يعني نتحدث قبل ان نتحدث عن الاستهلاك العقلاني نتحدث ايضا عن استخدام القرفه في بعض التحليات على غرار الطمينه ايضا نشوفوا كاين اللي يوصلوها في المحلبي ايضا حتى تشارك الناس العاصمه يزيدوا له القرفه مع اللوز والسكر. اذا هذا صحي يعني التاثير تاع السكر على القرفه كيفاش يكون اسماء؟ القرفه ديجا عندها رائحه طيبه تخيبون اودور دايوغ نقدروا نستعملوا لي باتوني في دي ساشي تاع هذوك شويه متقوبين ولا تاع لورغونزا ولا ونديروهم في لاغموار ولا في لاغموار تاع وي سا دوني خيب الحوايج هنا يريحوا القرفه سا دوني تخيبون اودور الناس اللي عندها ريحتها يعني ولا كيما نديروا الخوزة
زعما نقدروا نديروا القرفه سا دون اون تري بون اودور ابري سي دي سي دي غو اي سي دي كاين اللي يحبوها في الغربيه دونك سي فري نزيدوها في السكر لانها تعدل نسبه السكر قلنا ديجا من قبل دونك بوغ افوار هذاك ليكيليبر اي بوي سي دي تراديسيون لي اون ليزا او دو اكيد وناس زمان كيما نقولوا ما يغلطوش دونك سي فري زيدوها بور دوني هذيك النكهه مع شويه ما زهر اكسترا اكي شهيتينا ريال مع الصباح صحيح ما حديثنا على الطمينه ولا الغربيه لكن والمحلبي وتشارك لكن الفقره تقعد صحيه اذا بالحديث عن الصحه نسلط الضوء عن الاستهلاك او على الاستهلاك العقلاني للقرفه دونك الاستهلاك العقلاني اسكي فو سافوار سي 100 غرام تاع قرفه عندنا 247 سعره حراريه دونك سعرات الحراريه عاليه فيها نقدروا ناخذوها اون تيزان سورتو في هاد لابيريو تاع الشتاء وكامل باسكو تعز باش تطلع لنا الحراره مع هاد البرد وكامل انفير تاع تيزان تاع القرفه يخلينا نحسو بالدفء وكامل دوكا نولوا ناخذوها صباح ناخذوها في الليل ايفيتي صباح ايفيتي اجون على الريق لانها دير شويه الحرقه وعندها من الاضرار تاعها اللي اون فافوار ابخي عندها دير اضرار في الكبد سورتو الناس اللي عندها بروبليم تاع الكبد دونك جانا فقط الاضرار لانه ما عندناش الوقت اسماء دونك من الاضرار تاعها قلت لك عند تقدر دير رد فعل تحسسي دونك على بها اون لانتيغ في لاليمونطاسيون تاعنا مي با بلوس دو 2.5 غرام تاع يعني راس المغرفه فقط حب يعطيك صحه با بلوس دو هذيك المغرفه اديسار اللي الباز ابوبخي 2 غرام تقدر دير اوسي من الاضرار تاعها دير اضرار للكبد لانها تحتوي على ماده الكومارين باردون اللي يدير اضرار للكبد عندنا ثاني الاجهاد عند المراه الحامل وتنقص بزاف نسبه السكر دونك وي جو لانتيغ في لاليمونطاسيون تاعي نظام صحي يكون متوازن لكن ما نروحش في الافراط با بلوس دو 2.5 ماشي حتى يتغير هذاك اللون تاع المرقى البيضاء تاعنا مثلا يعطيك صحه ولا جو برون بلوس دو زوج اكواب تاع لاتيزان تاع القرفه ولا سينون نولو في الافراط وتولي علينا بالضرر بلوس كو الفائده والاطفال ايضا نعطولهم القرفه ما نعطولهمش الوغ كوم جو فيان سيتي قلت لك يدير دير دي زاليرجي رد فعل تحسسي دونك نزيدوها الطفل كي يبدا التنوع الغذائي تاعو دونك يولي ياكل شويه مع لي بارون تاعو ولا تقدر لا مامون تزيدها له باش تبل مي اون بوتيت كونتيتي نص مغرف تاع هذيك المغرف اللي هي تستعملها في سؤال ختامي فقط في عجاله ما عندناش الوقت كي نطيبوها يعني مع اللحوم الحمراء نخلوها يعني تطيب لمده كبيره تحت الضغط اسماء هل هذا يؤثر على القيمه الغذائيه والمأكولات ايضا هل يتاكسد بعض المكونات خاصه اللحوم الحمراء داكور دونك القيمه الغذائيه تنقص بيان سور باسكو تحت هذاك الضغط تتاكسد شويه باسكو لا تمبيراتور تكون بزاف الفي قلت لك عندها تاثير الحراره عندها تاثير عليها لكن بون يقعد لي في تاعها لو سول هو التتبيل دونك شغل بهاره هذا ما كان تعطينا هذاك لو كو يعطيك الصحه اسماء على كل هذه المعلومات القيمه حول القرفه اكيد نظرتنا راح تتغير على القرفه من اليوم فصاعدا ان شاء الله ان شاء الله راح نستخدموها بطريقه عقلانيه ضغطنا عليك اليوم لكن يعني فور نهايه الكان ستعود المياه لمجالها ان شاء الله ضمن هذا البرنامج اذا مشاهدينا نختم فقره التغذيه ونتوجه